صهد. صهد 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 ما انت سخونة؟ صهد حالة، صهد ملل. لها علاقة بالأصوات؟ صهد صهد ما في خيارات؟ صهد تعب حزن يعني؟ صهد أنا حرارة بالأبق بضرب بس مهر عليا صقيع بنفسها ما أقدر أفهمها، بس يمكن تحطونها في جملة ممكن يعني مفهومة اللهجة حقتها ما هي من برا الأكسنت اتنسيون الفتوغ ما احنا عرب لازم نقولوا نحن في تونس الشمس تصهد معنى متاعها تقريب السخانة والحر الشديد يعني. صهد كلمة تستعمل في بعض بلاد شمال إفريقيا وتعني الحر وتأتي في هذا السياق. اوف هاد النهار قتلنا الصهد. فهمت الحين. سهلة دي واحدة صعبة والله الحمد لله تعلمت كلمة.